هذا اللقاء الذي جمع بين خبرة أبناء بلوزداد وطموح أبناء الأمير فريق جمعية غريس الناشطة في رابطة ما بين الجهات غرب. اللقاء أداره الثلاثي إبرير طامن وبن حمودة عرف بداية محتشمة إلى غاية الدقيقة 14 أين ضيع عايشي إثر ركنية. بعدها مباشرة جاء الهدف الأول للشباب عن طريق لاكروم بقذفة قوية لشباك الحارس هزيل، هدف لصفر نتيجة الشوط الأول. الشوط الثاني بدأ الشباب مسيطرا كليا على اللعب مسجلا هدفا ثانيا في الدقيقة 53 إثر عمل منسق بين اللاعبين أنهاه اللاعب دراوي في شباك فريق غريس ليعاود نفس اللاعب هذه المحاولة لكن دون جدوى. الفريق المنافس لم يستسلم كلية وكانت له هذه المحاولة أين توغل أحسن لاعب في الفريق مختار عطو وكاد يسجل لولا نقص الخبرة. رد عليها مباشرة لاعب عريبي إثر توغل زميله بشو مسجلا بذلك الهدف الثالث للشباب قبل أن تنتهي المباراة بهجمة أخيرة لصالح الفريق الزائر. 3 أهداف لصفر هي نتيجة المباراة.